خلق الله عز وجل الانسان وجعله حرا، مخلوقا حرا من الناحيه التكوينيه بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اعطى لكل انسان القدره على الاختيار اختيار ما يفعل او ما يترك وكذلك جعل الله عز وجل هذا الانسان نتيجه هذه الحريه التكوينيه عند الانسان هناك حريه تشريعيه بمعنى انه نتج عن قدرته على الاختيار انه صار حرا وقادرا على ان يختار هذا الدين او ذلك الدين، هذا التشريع او ذلك التشريع وليس بالضروره ان يختار ما هو صحيح ولكن جعله الله كذلك حرا مختارا عند القدرة على الاختيار ومن خلال هذه الحرية والقدرة على الاختيار يكون الإنسان محاسبا أمام الله سبحانه وتعالى بقدر ما أقيمت الحجة على هذا الإنسان فيما اختار فيما فعل وفيما ترك نعم من حيث العلل والأسباب التي أوجدت هذا الإنسان الانسان ليس حرا تكوينا يعني انا لم اختر والدي ولم اختر الصفات الوراثيه عندي ولم اختر الزمن الذي ولدت فيه ولم اختر البلد الذي ولدت فيه ولم اختر قدراتي الجسديه والعقليه وغير ذلك انا مسلوب الاراده في هذا المجال هكذا اوجدني الله عز وجل في هذا الجانب أنا مسلوب الإرادة. وحيث أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد لكل شيء، وحيث أن الله هو المالك المطلق لكل شيء، وحيث أن الله ثالثا هو المدبر والمدير لكل هذا الوجود، لذا كان لزاما على كل إنسان أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وان يكون مطيعا تمام الطاعه لله عز وجل وان يعلم الانسان بعد ذلك وان يؤمن الانسان بعد ذلك انه لا يستطيع ان يفعل شيء اذا كان الله عز وجل لا يريد لهذا الشيء ان يتحقق يعني في نفس الوقت الذي الله اعطانا الاختيار والحريه يجب ان لا ننسى الاراده الالهيه. واننا انما نفعل هذا لان الله امضى لنا الامر. لان الله اعطانا هذه القدرات ان الله اوجد هذه الاسباب ان الله اعطانا هذه الحريه وهذه القدره على الاختيار. ثم بعد ذلك الله أمضى هذا وسمح لنا بأن يصدر عنا هذا الشيء ولو أراد الله أن يمنعنا وأن لا يسمح لهذا الشيء بالتحقق فسيمنعه وله القدرة على ذلك وحين ذاك أكون مسلوب القدرة في هذا الأمر هذا يجب أن نختزن في ذلك وعندما نختزن مثل هذه المعارف عن طبيعة خلقنا وعن ارادتنا وعن حريتنا وعن الاراده الالهيه حين ذاك نعلم باننا انما نوفق في هذه الحياه لفعل شيء او لا نوفق له ان هذا الامر بيد الله سبحانه وتعالى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى لان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وبالتالي توفيقنا لانجاز ما نريد انما يكون من عند الله عز وجل وهذا ما عكسته الايه التاليه في سوره هود الايه الثامنه والثمانين من هذه السوره المباركه الله سبحانه وتعالى يحكي لنا جانبا من سيره النبي شعيب عليه السلام وعن موقفه مع قومه ودعوته اليهم فيقول الله عز وجل قال يا قوم يعني شعيب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي يعني الحقيقه الامر بالنسبه الي واضح جدا لا لبس فيه الله سبحانه وتعالى وفقني ان ادرك الحقيقه كما هي فيما له علاقه بالتوحيد وانني نبي مرسل اليكم وهذه الامور التي امركم بها وانهاكم عنها وسائر ما ادعوكم اليه كل هذا الصوره بالنسبه الي واضحه ليس فيها اي خلل ورزقني منه رزقا حسنا هؤلاء القوم كانوا يعيشون في مكان يقع في طريق التجاره وبالتالي كانت التجاره نشطه عندهم فرزقهم الله عز وجل من الاموال والنعم الشيء الكثير فبالتالي يقول لهم النبي شعيب كما رزقكم الله المال والغنى والثروه والرفاهيه الله رزقني رزق حسن ما هو هذا الرزق الحسن هذه المعرفه هذا العلم وهذه النبوه هذا الرزق الحسن اعطانيه الله عز وجل وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. ولا تظنن بي الظنون، لا تشكون بان نواياي والدوافع التي تدفعني الى الحديث هنا والحديث هناك والامر هنا والنهي هناك. والدعوه الى توحيد الله ان دوافعي ونواياي مصالح شخصيه. انا لا اريد منكم مالا حتى لو حققت ما حققته او لم احققه حركتي هذه ليست من اجل المال ولا اريد منكم جاها ولا اريد ان اتراس عليكم دوافعي ليست دوافع شخصيه هي مخلصه لله عز وجل ولا يوجد شيء هناك خفي في دوافعي انا واضح جدا لا اتكلم الا لانني اتحمل المسؤوليه في هذه الدعوه ونحن شهدنا خلال العقود الماضيه نموذج من الناس الذين يظهرون بعنوان المصلحين والدعاه وهؤلاء نتيجه يعني انهم ينعمون بنوع بمجموعه من القدرات الكلاميه والذهنيه وكذلك هناك عوامل أخرى تساندهم نجدهم يبرزون فجأة في الساحة بشكل قوي ويكسبون شهرة واسعة ويتبعهم عشرات على الأقل عشرات الآلاف من الناس يتتبعون كلامهم ويأخذون بنصائحهم وبالتالي نجد بأن هؤلاء فجأة يسقطون وتنكشف عنهم ورقة التوت التي تكشف عورتهم التي تبين حقيقتهم الزائفه بانهم عندما انطلقوا في مجال الدعوه في مجال الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن الدين وعن الاسلام وينصحون الناس ما كانت دعوتهم خالصه لله عز وجل ما كانت الدوافع والنوايا سليمه وانما كان المقصود من ورائها شهره او مال او تنفيذ اجندات معينه وبالتالي سرعان ما يسقط مثل هذا النموذج في موقف معين عندما يحدث امر معين تنكشف حقيقه هؤلاء من خلال مواقفهم او من خلال بعض تصريحاتهم او من خلال ظهور بعض فضائحهم والمشكله هنا بانه عندما يسقطون عنوان الدعوه وعنوان الاصلاح وعنوان رجال الدين ايضا يهوي معهم في اعين الناس وهذه المشكله الكبيره ان السلبيه لا تلحق بهم كاشخاص فقط وانما تشمل حتى اولئك الذين لا يعيشون مثل هذه الحاله من الازدواجيه في الظاهر والباطن وانما هم مخلصون لله عز وجل ولكن الناس احيانا لا يفرقون بين المخلصين وغير المخلصين اذا ما يجب ان ننتبه عليه هنا ان الشهره الكبيره ليس الضمان ان هذا الانسان مستقيم في حركته وفي دعوته وانه ينطلق من حيث انه يريد فعلا الاصلاح في المجتمع ولذا علينا الحذر من هذه النماذج ندرسها بدقه لا ننساق وراء الشهره والسمعه وإنما ندرس الإنسان دراسة دقيقة ونكتشف نحاول أن نكتشف مدى مصداقيته فيما يدعو إليه ومدى تطبيقه لهذا الأمر ولعل أحيانا بعض الـ يعني المعالم التي تظهر فجأة كثر الثراء الواسع مثلا أو الـ يعني الـ لهاث هؤلاء الناس وراء مصالحهم الشخصية هذه تكشف عن وجود خلل في دعوه مثل هذا النموذج من الناس ويبدو انه في كل زمان كان مثل هذا النموذج موجود ولذا النبي شعيب عليه السلام يقول انا لست منهم انا لست من هذا النموذج انا مخلص لله عز وجل في دعوتي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ان يعني ما يعني لا نافيه، ما اريد الا الاصلاح ما استطعت، هذه هي الغايه الوحيده لان النفي الاستثناء عندما ياتي في سياق النفي يعني يكون عندنا نفي وبعدين استثناء هذا يدل على الحصر، ليست عندي غايه الا الاصلاح على قدر استطاعتي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، مو اصلاح جيبي اصلاح امور الناس، اصلاح المجتمع وما توفيقي الا بالله، هذه نقطة رائعة جدا. يعني بعد ما قال بان عندي إرادة ورغبة في الإصلاح بعد ما تحدث عن الجانب الشخصي واني اريد ان ابذل الجهد في هذا المجال الى اخره وعندي قرار وعندي إرادة وعندي عمل وعندي وعندي مباشرة نبه على نقطة ان كل هذا ما له قيمة وقد لا يتحقق الا مع الارادة الالهية الا مع التوفيق الالهي وما توفيقي الا بالله مرة ثانية استثناء في سياق النفي وما نفي وبعدين استثناء يعني يقول حصرا 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 التوفيق ليس الا من عند من؟ من عند الله عز وجل وما توفيقي اذا انا وفقت في هذه الدعوه استطعت ان اصلح صحيح انا بذلت الجهد وبقدر وسعي ولكن التوفيق انما يتحقق من عند الله عز وجل وما توفيقي الا بالله وبالتالي لا غنى عن الله اذا وضعت هذا الامر امام ناظريك سواء نتكلم عن العمل الديني او حتى في كسب الرزق والمعاش او في الدراسه لطلبه العلم او في رغبه الشاب مثلا للزواج او غير ذلك اي امر تقدم عليه في الحياه تذكر هذه القاعده الذهبيه التي قدمها شعيب عليه السلام وما توفيقي الا بالله كل الامور بيد الله والتوفيق بيد الله عز وجل ولذا لان التوفيق بيد الله حصرا عليه توكلت يقول شعيب عليه توكلت واليه انيب ارجع الى الله عز وجل فاذا دائما اتوكل على الله ودائما ارجع الى الله ودائما اطلب من الله توفيق ودائما ادعو ودائما قلبي يكون متعلق بمن بالله عز وجل وليس فقط بقدراتي وتخطيطي وامكاناتي العقليه وجهدي الذي ابذله ولاحظ هنا مره اخرى النبي شعيب عليه السلام عندما يعبر او تعبر عنه الايه القرانيه عن مراده يؤكد على الحصر عليه توكلت ما قال توكلت عليه واليه انيب مثل في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين يعني لا نعبد الا اياك لان انت لما تقول نعبدك ممكن نعبدك ونعبد غيرك لكن يقول اياك نعبد ممكن تقول نستعينك ونستعين بغيرك لكن واياك نستعين هناك ذلك شعيب عليه السلام يقول عليه توكلت يعني لا اتوكل الا على الله واليه انيب يعني لا ارجع الا الى الله سبحانه وتعالى فلنكن دائما المتوكلين على الله المنيبين اليه في امورنا كلها ولنساله التوفيق فيما نختار وفيما نترك فهو ولي كل شيء وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ